إلهنا يا عظيما تواضع له كل شيء، يا عزيزا ذل لعزته كل شيء. إلهنا يا مولى المتقين، يا ولي المهتدين، يا من بيده نواصي العالمين. سبحان من يطعمنا ويسقينا ويميتنا ويحيينا، سبحانه لا يمله الدعاء ولا تنقص خزائنه من العطاء، ولا يخيب فيه الرجاء. يعز من يشاء ويذل من يشاء، يا قريبا ممن دعاك، يا حليما على من عصاك، يا غنيا عمن تناساك. إلهنا ندعوك ولا ندعو أحدا سواك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية دوامها، ومن العيش أرغده، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن العمل أصلحه، ومن العلم أنفعه، ومن الرزق أوسعه. إلهنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلجأ إلى حولك وقوتك. إلهنا لك الحمد أن أوجدتنا من العدم، لك الحمد أن أوجدتنا من العدم، وفضلتنا على كل الأمم. إلهنا أكرمتنا بالإسلام من غير أن نسألك،
أكرمتنا بالإسلام من غير أن نسألك، فكيف هو عطاؤك لمن سألك، لمن طلبك، لمن ألح عليك؟ إلهنا، بلغنا عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. وها نحن نقول ابتغاء مرضاتك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم حرمنا بها، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم حرمنا بها عن النار، اللهم حرم بها وجوهنا على النار، حرم بها وجوهنا على النار، حرم بها وجوهنا على النار، ووالدينا ووالدي والدينا وأهلينا ولمن له حق علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة أعمالنا. اللهم وأقرن بالعافية غدونا ورواحنا، واجعل إلهنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا، إلهنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا. اللهم إنا نستجير بك من الشيطان الرجيم أن يضرنا، من هنا من رحاب مكة المكرمة وتنقل أيضا، أو يصدنا عن فعل ما أمرتنا، أو يحثنا على فعل ما نهيتنا. إلهنا، يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل، اللهم اغفر لنا إذا أمسينا، اللهم اغفر لنا إذا أمسينا، واغفر لنا إذا أصبحنا، واغفر لنا ما بين ذلك، واغفر لنا ما بين ذلك، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، بين يديك، خلقك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. اللهم إنا نسألك لهذا الجمع المبارك، اللهم إنك تعلم أن من بين هذه الصفوف من الرجال والنساء من هو المهموم والمحزون والمغموم والمحروم والفقير والمريض 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 والعقيم والمديون والمبتلى والمبتلى، ومنهم من لا يعلم حاجته إلا أنت، ومنهم من لا يعلم حاجته إلا أنت، تسمع أنينه، تسمع رجاءه، تسمع دعاءه، لا يخفى، لا يخفى عليك من أمره شيء. نسألك يا الله،
يا عالم الخفيات، اللهم حقق لنا في هذه الليلة وكل ليلة ما نريد ما نريد ما نريد فيما يرضيك فيما يرضيك. اللهم اجمع بيننا وبين رغباتنا، اللهم اجمع بيننا اللهم اجمع بيننا وبين أمنياتنا فيما يرضيك يا ربنا. اللهم اصرف عنا في هذه الليلة وفي كل ليلة، اصرف عنا ما نخاف، اصرف عنا ما نخاف، اصرف عنا ما نخاف. اللهم وأتم علينا، اللهم وأتم علينا نعمتك، ولا ترفع عنا عافيتك، وأسبغ علينا نعمتك، وأسدل علينا سترك. لا ترفع عنا سترك. اللهم إن أصحاب الكهف، اللهم إن أصحاب الكهف سألوك فنفست عنهم، ثم سألوك فنفست عنهم، ثم سألوك ففرجت عنهم. فإنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله، فاعتق بها أجسامنا من النار، فحرم بها وجوهنا على النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا يا الله يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم إنا نسألك ونرجوك، اللهم اجعلنا ممن رفعت أسماؤهم في هذه الليلة إليك عتقا ورزقا وعافية وسترا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن صام فارتقى، وقام فاتقى، ومن ينابيع رحمتك استقى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال الأمة، اللهم أصلح حال الأمة، اللهم أصلح حال الأمة، وارفع عن المسلمين الغمة، اللهم ارفع عن المسلمين الغمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من بيدك الأمر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم إنا نسألك وندعوك، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد، واحفظ أهلها ومن عاش فيها من عبادك الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم كما أكرم العلماء، وكما أكرم الدعاة، وكما أكرم المصلحين، وكما أكرم القراء، اللهم فأكرمهم بمغفرتك، اللهم أكرمهم بمغفرتك. اللهم من كان منهم صالحا، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لمسيئهم، اللهم اغفر لمسيئهم، ورده إليك ردا جميلا، ورده إليك ردا جميلا. اللهم حرم وجوه الحاضرات على النار، اللهم حرم وجوه الحاضرات على النار، اللهم اكتبهن عندك هاديات، مهديات، طيبات، مطيبات، اللهم اكتب لهن الخطوات، اللهم اكتب لهن الخطوات،
واغفر لهن الخطيئات، واغفر لهن الخطيئات. اللهم املأ قلوبهن إيمانا، اللهم املأ قلوبهن إيمانا، واملأ وجوههن حياء، وزينهن بالحجاب الذي يرضيك، وزينهن بالحجاب الذي يرضيك، الذي يرضيك، الذي يرضيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم اكتبهن عندك صالحات تقيات، تقيات. اللهم يا حي يا قيوم، أكرم الحاضرات، أكرم الحاضرات بصحبة زوجات حبيبك في الجنات، لا يتخلف منهن أحد. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أجب دعاءنا، أجب دعاءنا، وأقل عثرتنا، ولا تعاملنا بأخطائنا، لا تعاملنا بأخطائنا فنهلك، لا تعامل هذا الجمع بأخطائه وذنوبه فنرد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.